مشاهدينا، من البرامج يلي عم تشوفوها على شاشة الـ LBCI برنامج تيك مي اوت ناقشيت يلي عم نشوفه ليل الأحد بتمام الساعة 49 دقيقة. كمان مشاهدينا، مثل ما ذكرنا امبارح انه التحضيرات لحفل مس لبنان بأوجة، واكيد مثل ما صرتوا تعرفوا انه ضيف السهرة رح يكون النجم وائل كفوري، والحفل رح يكون من تقديم امي صياح. بنذكر انه حفل مس لبنان هو بتاريخ 22 تشرين الأول من إعداد وإشراف السيدة رولا سعد صاحبة شركة فانيلا برودكشن. نرجع لمسلسل أمير الليل يلي كلنا عم نتابعه على شاشة الـ LBC من الأحد للأربعاء بتمام الساعة 49 دقيقة. أيضا كلنا بنتذكر نحن وياكم مشاهدينا طفلي بمسلسل بنات عماتي وبنتي وأنا، ونحن هلأ مشاهدينا بنقلكم أنه هالطفلة كبرت وكبرت موهبتها وعم نشوفها بمسلسل أمير الليل بدور زينة. نستقبل سوا تحت رولا تحتوح. روان تحتوح. لا ما بسترجي، مو المعروف، ما تلعب لي بعقلي وتفوتني بمشاكل على البال ولا على الخاطر. هالقد جبانة وخويفة؟ أنا جبانة؟ لعلمك أنا بلقت حيايا وعقارب. الله يرحمها. بفهمك، ما بعرف شو بعمل إذا أختي لولو بتموت، مع إنه بتقضيها عم تعمل لي مشاكل وتخنقني. بدك تلاقيني بكره هون؟ إيه. رح إجي الساعة 10. رح كون فلت شعري. انت واحد كذاب من الاول عم تكذب علي، انت ما بدك تتجوزني، بدك تضحك علي، فكرني بنت جرديه ساذجه وجاهله، بس انا اذكى منك ومن كل سلسلتك الارستقراطيه. مش مصدق اني نسيتك؟ لا. ليك اذا ما بتفل من هون بصرخ صرخه بلم الضيعه كلها عليك. زينك كوا موا جو سوي فو دو توا. قلت لك ابعد عني واعطيني شرك، والا عن جد بصرخ بلم الناس عليك. اذا مفكر هيك فيك تفل وما ترجع. انت اللي راكد وراي مش انا اللي راكده وراك. ودي بتعرفي كم بنت لحقتني؟ انا الحق علي اللي عم ضيع وقتي مع بنت هبله ساذجه ما بتعرف قيمه النعمه اللي هي فيها. انا هبله وما فيني اغير حالي وعم بلبط النعمه، كون اذكى مني وما بدك تضيع وقتك معي. شباب الضيعه نيتهم طيبه، مش مثله هو عم يستلمني مفكرني هبله. صديته اول مره فكرته فهم انه ما لعبه للتسليه، رجع جرب يقنعني انه بحبني. وبركي بيحبك عن جد، إذا بحبني بيعرف طريق بيتي. يعني روان تحتوح قد منك قوية ومشاغبة، نسيتينا اسمك. أهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. أهلا وسهلا فيك روان. روان، دورك بالمسلسل هو دور البنت اللي عندها مبادئ، اللي بتحافظ على احترامها وعلى كل القيم فوق كل الاعتبار، بس معقول فيك أنت عبارة دائما بتقليها بدك إياني تعقلفي على البيت، معقول توقع آخر المسلسل؟ معقول توقع؟ إذا عمل مثل ما بدها بطريقة محترمة مثل ما هي بدها، مثل ما مربية بنت الضايعة البريئة، معقول ورح ينعمل مثل ما بدها؟ هيك ما فينا نعرف، بدكم تحضروا. روان، أغلبية أو كل المسلسلات اللي شاركت فيها هي من كتابة الكاتبة منى طايع، إن كان مسلسل أمير الليل أو عشق النساء وبنات عماتي وبنتي وأنا. قد إيه هالخبرة هيدي زادتك، هالتجربة زادتك خبرة يوم بعد يوم؟ هيدي التجربة زادتني كتير خبرة، أكيد أنا صغيرة ببنات عماتي وبنتي وأنا مش مثل هلا. أكيد على كبر بيتوقعوا العالم أكثر خبرة، وطريقة التمثيل بدها تتغير وكل هودي الأشياء. والشغل كمان مع الكاتبة منى طايع يعني من أحسن الكتاب. قد إيه كان عمرك هون؟ عم شوفك هلا بهالصورة. هون كان عمري 8 سنين. يعني لما شاركتي كان عمرك 8 سنين ببنات. صح. أول مرة مثلت. أول مرة مثلتي. ومنى طايع شو رأيها فيكي برأيك؟ شو رأيها فيي؟ يعني بما انه عم تعطيني هودي الادوار عم تشوفني فيها ومنهم ادوار هينه، يعني ادوار تشالنجينج، ف اكيد عم تكوني على قد المسؤوليه. صح. روان، دور روان جديد عليك، يعني انت بطبعك منك جديه، كان صعب عليك تتاقلمي معه هالدور؟ دور زينه منه كثير قريب لإلي، دور زينه بما انه لازم يكون بنت الجرديه وبنت الضيعه والبريئه، بس هيدا الحلو بالادوار وقت تكون غير عن الكاركتر. ما بتشبهك. ما بتشبهك. هون التشالنج، في هون التشالنج اللي عم تحكي عنه. رح نشوف سوا فيديو هلا وبنرجع نتابع حديثنا معك روان. بيصير رد الالف لعمو مشعل. ليه مامي؟
لانه هيدي بسموها رشوه. سموها شو ما بدهم يسموها، ما انت سميتيني بيسي. بيسي رد المصاري لعمو مشعل. اوكي تفضل. هودي كانوا اول مصريات بطلعهم من عرق جبيني. شو طالع عبالك تاكل اليوم؟ عشو عم تطلعي؟ عسحر. سحر مش هون. جاية؟ لا مش جاية. جاية حدا غيره؟ ما حدا جاية، رح نتغدى أنا وياك لوحدنا. أوكي، لكن باكل بيتزا. تصرفت بطاشاً مثل ما بيتصرفوا كل الأولاد. ونحن اللي كنا مفتكرينك إنك صرت صبية. أنا بعد ما صرت صبية طلع لي صدر شي؟ كأنه لاحظت. إيه؟ بس مش أكيد. شو هو مش أكيد إنك لاحظتيه؟ كأنه لاحظت إنه مشعل ما بده يتجوز فيفي لأنه عم تشتغل، وميمي ما بدها تتجوز رامي لأنه طلع فقير. يدلك يا خزون. بس مش أكيد. كنتوا ما تتدخل. ليه عم تقللي تهذيب مع وسام؟ لأنه حشور بيتدخل بقصص ما بتعني. وسام مثل خيك وبتهمه مصلحتك، من شان هيك عم يتدخل بأمورك. أنا بعرف مصلحتي ومش عايزة نصايحه. روان بس انت وعم تحضري حالك، وخاصه لما كان عمرك 8 سنين كنت بنت قويه، يعني واضح بالتمثيل قد ايه عم تعطي من قلبك، بس بتحضري او بترجعي لورا شو بتقولي؟ بصير اقول بتذكر بوقتها ما كان في هذا الخوف، يعني الولد الصغير ما بخاف مثل الكبير، فبصير اقول يا ريت هلا تكون كثيره لحسابات وما بكونوا بقارنوك للفنانين الممثلين الكبار اللي من جيلي بكل هودي الاشياء. فغير شيء، غير احساس. المسؤوليه بتعتبريها اكبر زادت؟ أكيد. وتجربتك مع الممثلين الكبار قد ايه زادتك نضج؟ نصائحهم قد ايه اخذتيها بعين الاعتبار؟ التجربه كانت كثير حلوه مع الممثلين الكبار، بستفيد منهم دائما من خبراتهم، وان سيت بريحوك، يعني بتصيري تحسي انه مرتاحه اكثر، بتحسي انه ما في تلبك، تستفيدي من الطريقه اللي بيمثلوا فيها، من الصبر تبعهم. في اي ملاحظه اعطوك اياها الممثلين الكبار اللي شاركتي معهم يلي اخذتيها بعين الاعتبار وحسنتيها؟ هلا ما في ملاحظه واحده، كانت اكثر انه انا براقبهم تاستفيد من هن طريقتهم، تتعلم من خبرتهم. صح. على شو اثنوا بتمثيلك روان؟ على شو؟ على شو اثنوا بتمثيلك؟ شو الايجابيات يلي عطوك اياها بتمثيلك؟ نقاط القوه عندك يلي زادتك قوه بالتالي؟ نقاط القوه اللي بيقولوا لي اياها كل العالم الطبيعيه بالتمثيل، يعني عفويه. صح، العفويه. بجرب ما كثير اتصنع، حتى لو الدور ما كان انا، بس على التي في بس بدهم يحضروه، بدهم يفكروا انه هيدا انا شخصيا وهيدي الطبيعه تبعي. طيب روان، الجو بين الممثلين كيف كان؟ خبرينا كيف كانت الاجواء؟ كانت كثير منيحه الاجواء، كنا كلنا مثل عائله واحدة واصدقاء وكل شيء. كان جو مريح. كان جو مريح. فهذا الشيء بريح كمان اكيد الممثل، الواحد بيقدر يعطي اكثر. لما بيروح الواحد على السيت بيكون مرتاح، عارف شو ناطره، ما بيكون رايح متشنج وخيفان من التفاصيل اللي هو ما بيحبها. روان، انت هاويه تمثيل، حضرتك بالبدايه اختصاصيه تغذيه. مزبوط. هل هذا الشيء، وهل هذا سبب انه ما تكوني متفرغه كليا لعالم التمثيل؟ هلا اكيد هيدا سبب، لانه دائما مع التمثيل كان عندي دراستي، وكان عندي هلا عندي شغله، فماني دائما موجوده على الشاشه او عم كون باكثر من مسلسل بوقت ذاته. فاكيد هيدا الشيء بخليني مضطره اقسم وقتي بين الشغل وبين التمثيل. الاولويه لمين بتكون؟ هلا ما في اولويه، بس بالعكس انا برتاح هيك، لانه ما بحس، ما باخذ التمثيل كشغل لإلي، باخذه انا بنبسط كهوايه. كهوايه كهوايه. اليوم شو عم تحضري هلا بعد امير الليل؟ هلا حاليا ماشي عم بحضر حالي، اخذ بريك وعم بتفرغ شوي لشغلي، بس اكيد ليتر اون حنرجع نكفي بشيء. ترجع تطلع على الشاشه. اليوم كنت كاخصائيه تغذيه، شو بتعطينا النصيحه لإلنا؟ لإلكم؟ لا انتم مبينين محافظين منيح على للمشاهدين او للمشاهدين، لانه للمشاهدين. اكيد تقبلت نصائح كثير من كبار الممثلين، هلا حندوري اكيد انه تعطينا نصائح وتعطي المشاهدين هيك كم. دائما على السات عم بيسالوني شو لازم نعمل، شو لازم ناكل، شو لازم،
فللمشاهدين بعطيهم نصيحة أنه ما تنطروا تيكون بكون شيء أو تمرضوا تروحوا تهتموا بالصحة تبعكم، فلازم يعملوا شيء اسمه prevention. يعني أنت وقت التمثيل بتنصحيهم شو لازم يتبعوا، نظام غذائي معين ليحافظوا على جسمهم أو على رشاقتهم؟ أكيد. وبتلعب يعني تلعب دور الكوتش يعني هو مهم مثلا اذا بيتبعوا هيدا الشيء انا بلتزموا ولا لا في كثير بيتبعوا هيدا الشيء المسلين، فانا باخذ منهم نصايح بالتمثيل وهن بياخذوا مني نصايح بالتغذيه. يلي بيزوروكي بالعياده بيجوا لعندك كرمال روان تحتوها اخصائيه تغذيه او الممثله المشهوره المنحبه؟ هلا عم بيجوا كرمال اثنين بيكونوا موجودين بيتفاجئوا شو عم تعملي هون على اساس انت على التي في، فبيتفاجئوا كيف موجوده كمان بالكلينيك. اليوم ما بعرف اذا شفتوا احتفالات عفاف على السوشيال ميديا ونزل الصورة كمان على الفيسبوك لأنه هو اليوم العالمي للفتاة، شفتوا الصورة اللي نزلتها على الفيسبوك؟ نعم رح نشوفها هلأ. نعم يلا مش رح نشوفها. نزلت الصورة عفاف، وبعتقد أي حدا بيقدر يفوت على فيسبوك ويحط كمان صورة كباك جراوند عنده بال بالبروفايل، وإن شاء الله يعني ما بقى نشهد مجتمعات تقمع فيها حرية المرأة. وللأسف كمان بعدها بنشوف كتير من البلدان يعني عندها مشاكل كتير، ومنهم هن كمان إجبار الفتاة على الزواج المبكر. أكيد حقوق كتير لازم تحصل عليها الفتاة خاصة بعصرنا الحالي، وما لازم أبداً حدا يتغاضى أو يغض النظر عن حقوق الفتاة. ومثل ما كنت قوية هلأ بالمشهد يلي شفناه، لازم هيك كلنا نكون بهالقوة، ندافع عن حقوقنا وما حدا ياكلنا حقنا أبداً. أكيد. ومثل ما نحن بدنا ومقتنعين بقناعاتنا كمان لازم نقنع الآخرين. صح. إذا كنا نحن دايماً أكيد على صواب. روان تحتوح نحن بدنا نشكر حضورك معنا، أهلا وسهلا فيك، كل التوفيق لإليك. وأكيد نحن بنرجع نذكر المشاهدين أنه كل المشاهدين اللي عم يتابعوا أمير الليل أكيد نقدر نتابعوا على شاشة LBCI من الأحد للأربعاء بـ 8 الساعة 49 دقيقة. أهلا وسهلا فيك روان تحتوح.